أمينة ملايين هي كتقولوا الحريات الفردية، وهذه ماشي حرية فردية، هذا غير قرار شخصي. وأنا اللي بان لي هو أنه بعدا خصها ترجع الأمور إلى نصابها. شو هذا الموضوع بين من ومن؟ هذا الموضوع بين من ومن؟ الحجاب واش بين الإنسان وبين الله ولا دخل فيه القانون؟ من الله يومنها الله خلفت الله بينها الله ما خلفتوش منها الله. احنا ما عندناش دخل في الموضوع كحزب سياسي، ما عندناش دخل في الموضوع، فهمتيني ولا لا؟ ونقول انا الاخوان اللي مشاو تيساندوها في الاول ما عندهمش الحق، علاش يدخلوا يساندوها؟ هي راه قاده براسها باش تدافع على راسها، خليوها تدافع هي على راسها، علاش غنضل نساندها؟ فهمتيني ولا لا؟ هادشي اللي كاين. وانا اللي قلت ليها هو هذا، يعني هي نشرته ماشي كله بطبيعه الحال، ولكن داكشي اللي قلت باللي انا قلت ليها وانا اللي قلت ليها الا بغيتي تنشريه نشري. حريتها تلبس الحجاب وحريتها تحيد الحجاب، بجوجهم حريتها. علاش درتي هذه حريه وهذه حريه؟ واش حنا دابا دايرين توني دو ترافاي بحال اللي قالوا شي عفاريت عاوتاني؟ هذه ماشي توني دو ترافاي، هذا الاخوات ديالنا اللي كيلبسوا داك الشيء تيلبسوه عن ايمان واعتقاد. ولا شي وحده شي نهار اجتهادها ولا قناعتها ولا رغبتها باش تحيد هذاك الحجاب، هذاك تيولي شغل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.